يا جماعة التلاجة ما بتتلجش لا من فوق ولا من تحت. طبعا احنا فكينا كده زي ما انتم شايفين، عشان بس اللي عنده حاجة يعني مشكلة في التلاجة واللي بيصلح يقول مثلا عاوزة فريون ولا عاوزة كمبروسر بيضحك عليه يعني اكيد. يعني ده في تلج ورا، شوف في الفريزر في المكان المتحكم في تبريد التلاجة كله في تلج، شوف قد ايه التلج. ففكينا القطع اللي محطوطة ديت على اللي فيها المروحة، جبنا مية سخنة سيحنا التلج. ده طبعا اللي سبب في التلج قطعة صغيرة كده هي خربانة، هي اللي سببت ان المكان ده يجيله التلج، وانه يمنع ان يوصل الفريون او البرودة للتلاجة من تحت والفريزر نفسه. يعني هو زي ما يعني التلج كتم المكان كله. طبعا هو دي القطعة اللي هي أيوة هي دي القطعة اللي هي خربت، اللي هي ولما خربت التلج بدأ يظهر. يعني هي دي متسببة انها ما تخليش ان التلج يجي اصلا. ان شاء الله نغيرها وان شاء الله تبقى تمام.